وللحديث أكثر حول جهود مصر لوقف التصعيد وإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية، يعني الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي وهو يبذل مجهود كبير لوقف العدوان والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كيف ترى ذلك في إطار الجهد المصري المبذول لوقف إطلاق النار والوساطة المصرية أيضا في إقرار هدنة عاجلة بقطاع غزة؟ أهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. طبعا الدولة المصرية منذ اليوم الأول للتصعيد في 7 أكتوبر الماضي ركزت في تعاملها مع التصعيد أو انطلقت في تعاملها مع هذا الملف من جملة من الثوابت على رأسها ضمان الحقوق الأصيلة والعادلة للشعب الفلسطيني ويعني منع تصفية القضية الفلسطينية وضمان الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، وده في ضوء طبعا التهديدات المصاحبة للتصعيد والمرتبطة بالمخططات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال مخطط التهجير لسكان قطاع غزة أو من خلال ما يعرف في سيناريو اليوم التالي الذي بدأت يعني منذ فترة بعض الدوائر الإسرائيلية في طرحه. الدولة المصرية ترجمت هذه الثوابت الخاصة بها سواء ما يتعلق برفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال رفض مخططات التهجير أو رفض الأطروحات الإسرائيلية الخاصة باليوم التالي في شكل تحركات فعلية على الأرض على مستويين رئيسيين، المستوى السياسي والمستوى الإنساني. المستوى السياسي تم ترجمته في شكل تكثيف للتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة أو المنخرطة فيها أو الفاعلة تجاهها أو يعني من خلال يعني الدفع باتجاه يعني الهدنة، يعني إنجاز الهدنة الإنسانية كما حدث في الهدنة الإنسانية الأولى التي تمت بوساطة مصرية قطرية وبتنسيق مع الولايات المتحدة. يعني كان هناك مجهود كبير جدا لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، وحشد أيضا للمجتمع الدولي لتخفيف حدة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. مصر كان لها مجهود كبير، كيف تقيم هذا المجهود؟ طبعا الشق الثاني في المقاربة المصرية ركز على البعد الإنساني وأهمية هذا البعد، ارتبطت بخطورة التصعيد نفسه والأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية. يعني حتى اليوم كافة المؤشرات بتشهد وتؤكد على أن الدور المصري على المستوى الإنساني كان هو الدور الأكبر والأكثر فعالية، والحقيقة أنه عندنا بعض المحطات المهمة في مسار هذا الصراع والتي تؤكد على هذه الفرضية سواء ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ أول شحنة دخلت قبيل قمة القاهرة للسلام وحتى اليوم، استقبال الدولة المصرية للفئات أو الجرحى من داخل قطاع غزة، يعني المباحثات التي تتم الآن من أجل إقرار هدنة إنسانية جديدة وزيادة حجم دخول المساعدات إلى قطاع غزة. أعتقد أن كل دي مؤشرات بتؤكد على محورية الدور المصري في هذا الصدد، وليس أدل على ذلك طبعا من إقبال المجتمع الدولي نفسه على الدولة المصرية وتعويلها على الدور المصري من أجل الدفع باتجاه يعني تحقيق الأهداف العاجلة وعلى رأسها ملف حل الدولتين أيضا حل الدولتين وإعلان دولة فلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا، وضحت الصورة الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف.